اهلا بحضراتكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع من داخل محافظة بورسعيد وعلى شاطئ المحافظة. نرصد لكم احدى المشاهد التي تثير اعجاب المواطنين هنا على شاطئ محافظة بورسعيد، وهو تجمع العشرات من طائر النورس امام يعني مع رحلات يصحبون الصيادين في رحلاتهم، وبعد الخروج من المياه بيتجمعوا على الشباك لتناول الوجبة الخاصة بهم من الصيادين عن طريق تناول الأسماك الصغيرة وبقايا الصيد هنا في محافظة بورسعيد. زي ما حضراتكم شايفين طائر النورس وهو يحلق فوق الصيادين حينما يقومون بجمع الشباك بعد إنهاء رحلة الصيد الخاصة بهم. زي ما حضراتكم شايفين طائر النورس وهو بيتغذى على ما تبقى من شباك الصيادين وبيصاحب الصيادين في إنهاء رحلة الصيد الخاصة بهم. لو شفنا في الخلفية هنلاقي الصيادين وهم بيحصدوا الشباك بعد جمع الأسماك من الشباك خلال رحلة الصيد الخاصة بهم في هذا اليوم. المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده بيبقى موجود يوميا هنا على شاطئ بورسعيد، وهو أحد المشاهد اللي بتثير إعجاب المواطنين وبيتخذوا كمان معها الصور التذكارية لمجموعات طائر النورس التي تحلق في سماء بورسعيد وتتناول وجبة الغداء من الصيادين. يمكن هي دي، هنوري لحضراتكم يعني دي الأسماك الصغيرة زي السردين الصغير، هم بيتغذوا على يعني هذه الأسماك الصغيرة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، فبيبدأوا يتجمعوا. طبعا طائر النورس هو يعني هنطلق عليه كده أو كما يطلق عليه البورسعيدية، هو طائر حبيب البورسعيدية، وليه مشهد شهير كمان في معدية بورسعيد، المعدية الواصلة ما بين أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بور فؤاد التاريخية اللي مبنية على الطراز الفرنسي. طائر النورس يعني الأهالي بتجمع يعني لقيمات كده من العيش الخبز عشان يحدفوه في مياه المجرى الملاحي، فيبدأ طائر النورس يتجمع بشكل كبير على هذه اللقيمات ليتغذى عليها. بيبقى في مشهد رائع بيعجب الأطفال قبل الكبار كمان هنا على شاطئ المحافظة. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة الصيادين وهم بيقوموا بجمع الشباك الصيد وبيتبعهم مجموعات من طائر النورس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. حضراتكم لهذه الصورة الرائعة، ونرجع لحضراتكم تاني نتكلم عن طائر النورس وحكايته مع البورسعيدية.
ده جانب من تجمع طائر النورس والمجموعات الموجودة هنا على شاطئ محافظة بورسعيد. كنا معاكم بنتابع هذه الظاهرة اللي بتعجب الكثيرين من أهالي محافظة بورسعيد. بنشكر حضراتكم على المتابعة. كان معكم محمد عزام مراسل للمستابع محافظة بورسعيد.